نتحدث عن ملاحظات جزئية جدا أولية جدا تتعلق بالساعات الأولى لانطلاق عمليات الاقتراع. ندرك بأنه وبالتالي فهي ليست مثلا ملاحظات نهائية، الصورة ستكتمل مع نهاية يوم الاقتراع، عندها سنتحدث بشكل مفصل عن أهم الملاحظات والخروقات المسجلة. بشكل عام لوحظت إشكال مثلا لوحظ مستوى الارتباك في الانطلاقة في بعض المكاتب، خصوصا بعض رؤساء المكاتب، يعني لاحظنا بأنهم كلهم له طريقته في التعامل مع ممثلي المرشحين، البعض يلزم بالبرج مثلا والبعض يلزم بالاعتماد، وحصل ارتباك أخذ بعض الوقت. بالفعل أنه تم تصحيح هذه الحالات وتم في نهاية المطاف دخول ممثلي، على الأقل متابعتنا لممثلي مرشح حمار السيد المختار، وإن كان بعضهم تأخر في الدخول نتيجة لهذه الملاحظات وهذا الارتباك الذي حصل. الملاحظات الأولى تتعلق ملاحظة الأولى الجوهرية تتعلق بشكوى ترددت وملاحظة تكرر ذكرها وهي التصويت بالنيابة. حقيقة نحن في انتخابات تتم وفق لائحة انتخابية أساسا أعدت في استحقاقات خاصة، استحقاقات عند طابع محلي. ندرك بأن اللائحة الانتخابية حالا هي اللائحة الانتخابية التي اعتمدت في التصويت السابق، التصويت النيابي والبلدي والجهوي سنة 2023. بالفعل تمت مراجعة لكنها لم تغير شيئا كبيرا، وبقي الكثير من الناخبين في هذه الدوائر التي سجلوا فيها لرغبة خاصة تتعلق باستحقاق محلي، وبالتالي أصبحنا قد أمام واقع أن هنالك عدد كثير من الناخبين مسجل في مراكز لا يوجد فيها أصلا. والظاهر كذلك أن الذين سجلوهم لم يتحملوا تكاليف نقلهم، وإنما أساسا اكتفوا بنقل بطاقات التعريف. في أغلب الحالات يتم نقل بطاقات التعريف دون أصحابها، وبالتالي يحرص هؤلاء النافذون المحليون يحرصون على أن يتم التصويت بالنيابة حتى يعوضون هذا النقص. وللأمانة نقول وللجنة المستقلة الانتخابات ولكل شركائنا في هذه العملية أن العملية الحقيقة يواجه تهديد وخطر من هؤلاء النافذين المحليين اللي عندهم حسابات ضيقة جدا ويركزون أساسا على ما يتعلق بهم، وأن يضمنوا أن كل ما حسب عليهم بأنه من ناخبهم أنهم صوتوا بالفعل، ويستخدمون لذلك كل الوسائل. وبالتالي سجلت ملاحظات وضغوط وتدخل كبير لنافذين في بعض المناطق، نذكر منها منطقة مدينة بدقة وكذلك في حسيطين وفيما في كذلك بلدية إنال، لوحظ يعني تدخل يعني فج لنافذين ويستخدمون أشخاص يحملون بطاقات تعريف لآخرين ويدفعون باتجاه تصويتهم، وعندما يتم الاعتراض من رئيس المكتب يعملون مشكلة ومرات يوقفون التسجيل في هذا المكتب لبعض الوقت كما حدث في مكتب حسيطين. كذلك التصويت بالنيابة وتحدثنا عن جانب منه، هنالك كذلك لوحظ اختلال فيما يتعلق ببطاقة الناخب. في بعض المكاتب عملية الحصول على بطاقة الناخب ليست سلسة وليست مرنة، وبعضها حتى هنالك شكوى من مكتب أو بعض المكاتب أنها لا توجد فيها بطاقة ناخب أو يتم التصويت فيها بدون بطاقة الناخب. سجلنا كذلك طرد ممثل، في تم طرد ممثل حملة المرشح حمار السيد المختار في مركز جني المكتب رقم 1 في عينه للطائع قاطعة أطار ولاية هدرار. ونعم، وفي أغلب الحالات يتم الطرد عندما يكون النافذون لهم يعني تأثير على رئيس المكتب ويدفعون باتجاه طرد هذا الممثل حتى يتم لهم ما أرادوا في غياب الممثل. لوحظ كذلك أن بعض المكاتب يتم تحويلها في آخر لحظة وبدون إشعار أصحابها، وهذا يكلف أعباء ويربك عملية التصويت. يبدو أنه كذلك حصل تأخر للتصويت في مكتب
مركز ولي حبيب في مقاطعة تجنين مكتب رقم 1. تأخر التصويت حدود ساعة للإشكالات حسب ما صرحوا بالإشكالات الفنية متعلقة بالتطبيق الذي يستخدمونه الآن في عملية التصويت.